اهلا يا حلوي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام حبايبي. نورتونا بفيديو جديد. فيديونا اليوم حبايبي، قبل ما نبلش بهذا المقطع بعرفكم عن نفسي، انا ليكو بعمل بثوث مباشره يوميه على منصه الفيسبوك. عندنا تقريبا جيش عليكو اكثر من نصف مليون مشترك على منصه الفيسبوك، وعندنا تقريبا قناتين. عندي قناتين حبايبي، قناه اليكو اليكو بلس ماشي، واحدة قناة أليكو موجود فيها تقريبا 180 ألف مشترك، وأليكو اللي راح نزل المقطع هذا أليكو بلس موجود فيها تقريبا 80 ألف مشترك. طبعا شباب، الموضوع الرئيسي اللي انتم بتعرفوا شي ناس عم تابعنا على البثوث المباشرة على الفيسبوك، بتعرفوا شباب يعني اتصل لي سنتين بعمل بقدم محتوى، ولحد الآن بتطالب يعني ما أعرف شو دقلكم، يكفي ظلم يكفي ظلم ماشي. يعني حبايبي انا فاتح الريكورد وفاتح التسجيل وعم كلمكم مباشر، ماني عامل لا مونتاج ولا شيء، عم كلمكم مباشره. يكفي ظلم قرينا، يكفي ظلم. سنتين صلي على منصه الفيسبوك بعمل بثوث مباشره، واول سنه عملت بثوث على اليوتيوب اوكي ماشي، وبثوث مباشره في منصتين بنفس الوقت، وعم نحاول نتواصل معكم في موضوع الشراكة انكم تدعمونا شوي بشوية رومات بشوية كودات. ما بطلب شيء الواو، ما بطلب الاشياء الجواهر، ما بطلب شيء. انا بالنسبة لي حبايبي انا الحمد لله بقدر بشحن نفسي، اجيب شوية شغلات وبقدر بشحن نفسي الحمد لله ماشي. بس صار لي تقريبا سنتين اشحن كلهم من عندي من جيبي. الناس اللي بتعرفني منيح، اكيد انت عم تعرفني، انت عم تتابعني الان بتعرفني كتير منيح، انه انا ما كنت اقسم مع متابعيني ابدا ابدا، بس لهون ويكفي، لهون يكفي الصراحة، لهون يكفي عن جد يعني يكفي. عم تحاول اتواصل معكم على الانستغرام وكل شيء، وبعرف جيش عليكم ما بيقصر معي جيش عليكم، كتر الله خيركم، ابوس روحكم، ما بيقصر معي على الانستغرام. طبعا شباب بطلب الجميل عم تتابعني الان مباشرة، ما اعرف يمكن لا سمح الله بيصلون كثير رسائل وما بيشوفوني، الله اعلم. يعني صار لي سنتين ما حد عم يشوفني. عليكم مين عليكم؟ ما بنعرفين عليكم. صار له سنتين على منصة الفيسبوك موجود بيعمل بث مباشرة، والحمد لله ما قصرت مع متابعيني ابدا. اذا تحبوا بالفيديو الجاي شباب افرجيكم كل الفاتورات، ما يلزم انه افرجيكم حبيبي، بتعرفوا منيح انه انتم الناس القادمين معي بيعرفوا هالشيء كثير منيح ماشي. الفاير باسات والاشياء وكله ما بدي اتكلم حبايبي اوكي، ما بدي اطول اكثر من هيك يعني. وبعدين عم نحاول نتواصل معكم بالنسبه لموضوع الشراكه، وبطلب من كل جيش عليكم عم يتابعني الان، كلكم حبايبي بطلب منكم كثير 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 طلب انكم تعملوا الستوريات. روحوا على الانستغرام حاطط لكم اياها، موجود على اليمين على الشاشه تحت اوكي، موجود على اليمين تحت الانستغرام تبعي. بطلب من الجميع انه يروح يعمل ستوريات، بدي اياكم حبيبي. انا ما بدي الشراكة، انا ما بدي الشراكة، انا ما بدي شيء، بس بدي شوي دعم يعني، بدي بدي حد يعني يعني كيف داخلكم يعني، احترموني شوي احترموني شوي. انا بس لمدة سنتين وعندي قناتين وعندي يعني فيديوهات، يعني بطلب فيديوهات يقول بدنا 20,000 وفوق. طب يلا يلا، هالمدة كلياتها وهالمتابعين وهالبسوس، يعني عندي بس مباشر حبيبي اقل شيء 1000 مشاهدة وفوق، فهمت علي كيف؟ يعني عن جد وصلت لمرحلة حبايبي ما عاد فيني، الصراحة وصلت لمرحلة ما عاد فيني. بالنسبة للناس اللي عم تساعدنا على الانستغرام حبايبي، طبعا أنا بعمل سحوبات عشوائية حبايبي لك الناس اللي تساعدنا، بعمل توزيع فاير باسات ماشي، وبعمل رومات على الانستغرام، بطلب من الجميع يروح يعمل تاج للمطورين. يعني أنا ما بدي الشراكة حبايبي، أنا بدي بس حقي كصانع محتوى، كشخص عم بيعمل بثوث، عم ينزل فيديوهات، عم ينزل اشياء على هذه اللعبه، يكفي يعني لهون وبس يعني. وبعدين يعني يكفي ظلم، تمام يكفي ظلم. يعني بطلب من طولينكم تشوفوا هالمقطع وما اعرف شو بدي اقول لكم، تحكوا على المشاهدات، تحكوا على اشياء، الحمد لله موجودات المشاهدات، وصل لي تقريبا سنتين يعني ما اعرف، احسبوا هالمشاهدات اللي عم موجوده وهالتفاعل والاشياء المستمره والبسوس يعني. وبعدين يعني اكيد في ناس راح يقولوا لي يعني يا ليكو انت تبس على الفيسبوك، ان هم ما يهموا الفيسبوك. طب يلا، انا جاني خبر انه صانعين محتوى بغير السيرفرات قالوا يهم الفيسبوك، يعني هذا الشيء كمان مهم، ما اعرف انا بطالب حقي يعني، بطالب متابعيني متابعيني عم يطالبوني بكودات، عم يجوا لعندي عم يقولوا عليك صرنا سنه اكثر من سنه عم نشوفك وهذا، وما عم نشوف كودات، ما عم نشوف سكنات.
طبعا اوتوماتيكيا ما اعرف شو بدي اقول لكم حبايبي يعني. وبعدين يعني تابعين بطلب من كودات انا الشيء اللي اقدر عليه اني ادعم المتابعين بس فقط بشويه فاير باسات بشويه توب اب وشويه هذا الشيء اللي اقدر عليه. هذا الشيء كله يطلع من جيبي ما يجيني دعم من الشركه. الناس اللي عم تتابعني حبيبي انا ما يجيني دعم من الشركه يا حبيبي. انا ما يجيني دعم من الشركه ما يجيني دعم من الشركه قليل ابدا. صار لي سنتين تقريبا ما جاني دعم الشركه ابدا وصار لي تقريبا 3 اشهر 4 اشهر عم اتواصل مع المطورين ولا واحد عم يرد علي ولا واحد عم يعبرني. طب شو هذا شو هذا يا الله هذا يعني انا ما اعرف. عم يقولوا ما اعرف ما اعرف يعني انتوا قرروا وانتوا تتكلموا يعني انتوا تقرروا وانتوا تكلموا وانتوا تكلموا بالحق ماشي. يعني ما راح احكي على اليوتيوبرز اللي ياخذوا الكودات واللي بيبيعوا واللي بيبيعوا 30 دولار 40 دولار هذول يعني انا الصراحه انا بحاجه هالاشياء عشان اكمل بمحتواي. انا بحاجه دعم الشركه عشان اكمل بمحتواي بفري فاير. فهمت علي كيف؟ لهيك شباب ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك. ما حبيت اطول اكثر من هيك صار 6 دقائق وانا بهالشيء والله بيشهد علي الله بيشهد علي حبايبي. اذا تحبون شباب انا بشحن على طريق جارينا شوب من تقريبا من زمان كتير. عندي كل الفاتورات عندي كل شيء حبايبي تقريبا شحن على ما يقول اكثر من 3000 يورو حبايبي. كل هالشيء من جيبي كل هالشيء من جيبي وما جاني دعم ابدا من الشركه. كل هالشيء من جيبي وجاني شوي دعم من المتابعين اللي دعمونا بنجوم واشياء هذول عم حولها لكم. فهمت علي كيف؟ يعني انا مستعد لان احضر كل الفاتورات احضر كل التوب اب كل الشحن اللي حطيته وافرجيكم بامامكم. ليك لا تخلي نوصل لهذه المرحله ابوس روحكم. يكفي انا ما بدي بطلب حقي بس حقي بحق المتابعين عم يتابعوني. فهمت علي كيف؟ لهيك حبايبي خلينا ندخل على الحدث ما نطول اكثر من هيك ندخل على الحدث. وزي بدكم كمان انا جاهز لكل شيء ماشي. خلينا ندخل على الحدث يلا يا اساطير. اوكي ليتس جو. اوكي حبيبي الحدث هذا هو. خلينا ندخل على حدث الرقصه شباب ارقص الان. خلينا نشوف حظنا شحننا تقريبا من شوي 2000 وشوي. اوكي حبايبي بطلب من الجميع اللي عم يتابعني الان يروح على الستوريات على انستغرام تعملون هجوم يعني واو هجوم. بدي اياكم تخربوا الهجوم تحاولوا ما اعرف يمكن ما عم بيشوفوني. يلا خلينا نفرجيهم يعملوا ستوريات يمكن يشوفوا الستوري عليكم هيك يعني بطلب بحقي. اوكي يلا خلينا نبلش شباب. طبعا هون مثل ما انتم شايفين عندنا هون اللو شانس الحظ الخفيف والقوي اوكي طب شو هيدا. خلينا ندخل هون. اوكي انا الصراحه شباب عم بكبس كبسه ما يفهم شيء شو عم يصير. خلينا نجرب نضرب 200 شو راح يطلع لي. شو هي صناديق. اوكي ماكس تو شو هذا حطينا 20 جوهره شو طلعنا. اوكي خلينا نضرب هون نشوف لبسه. اوكي طب لاك ستون يرفع الحظ يعني. اوكي يعني شبه هيك عم لاحظت عليه عم يرفع الحظ. خلينا نضرب كمان 200 اول دقي 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 دقي. خلينا نشوف الرقصه حبايبي يلا خلينا نروح نشوف الرقصه. عندي كثير كثير متحمس للرقصه. لوز اللوز كفو لوز اللوز يلا خلينا نروح نشوف الرقصه اساطيري. الرقصه يا سلام. طبعا صرفنا تقريبا 500 600 جوهره. الرقصه جميل قوي. ليتس جو ليتس. خلينا نشوف يا شباب. يو لا عن جد الرقصه حلوه يا زلمة. لا تبعتوا لي دخيل الله يا الله لا تبعتوا لي. خلينا نزودها حتى هون. وينها وين حط هاي وين 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 راحت الرقصة؟ ليك هون هاي نروح نشوفها حط حانا بجروب حبيبي بعت لنا وهيك قول لي عدد شيء يا زلمه والله ما اعرف شو بدك لكم. خلينا نسوي تخطوا شباب جوا التدريبات. خلينا ندخل جوا التدريبات نشوف صراحه. ليتس جو خلينا نشوف شو هذا. ثواني وين الرقصه؟ دن 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 دن. اوكي حبايبي ما اعرف شو بدي اقول لكم. هيك تكون يعني انتهى الفيديو تبعنا لليوم. ماشي يا اساطير انا حبيت بس اطلع واكلمكم بهذا الفيديو اوكي واقول كلمتين وعشان الكل يعرف انه في شيء في ظلم عم بيصير هون. في ظلم عم بيصير هون سنتين اوكي شفتوا يعني راح تشوفوا شوفوا اول فيديو في كثير اشياء حبيب ما حبيت اتكلم فيها اوكي ما حبيت اتكلم فيها وخلاص.
ماشي يا اسطير، بطلب من الجميع ان يتفهم هذا الامر، يروح على بطلب كل جيش علي كل عم يتابعني الان يروح على منصه الانستغرام يشترك اوكي حبايبي، ويعمل تاجز للمطورين حق اليكو. اكتبوا 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 انتوا اكتبوا الشيء اللي يطلع بقلبكم، اكتبوا الشيء اللي بيطلع بقلبكم. عندي ما اعرف شو بدي اقول لكم اكثر من هيك حبايبي. روحوا على الفيسبوك شوفوا اخر فيديو على القناه الفيسبوك او على اليوتيوب، كل شيء موجود يعني، كل شيء موجود يا حبايبي يعني، شيء مستمر وما عم نوقف يعني، فهمت علي كيف حبايبي؟ ان شاء الله لا تغزوني اذا ازعجتكم بشيء يا اساطير، كتر الله خيركم. شكرا لكل شخص عم يتابعنا يوميا على الفيسبوك، على المنصه، على البسوس وكل شيء وعلى كل محل، كتر الله خيركم. بتشكر لك الجميل عم يدعمنا ان كان حتى باللايك او شو من كان، كتر الله خيركم حبايبي. بنشوفكم على خير، لا تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، اشتركوا بالقناة، وبنشوفكم على خير يا اساطير، بنشوفكم فيديو جديد لنشوف اخرتها وين. ماشي، سلامات.